جاءوا يدا وندا ونورا، وكم كانوا لحاجتنا حضورا. سمعنا واسألوا العلماء فجئنا، لعلمهم الغزير قرى ودورا. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء، إن أمر الناس شورا. فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة المشاهدون والمستمعون، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع برنامج مع دار الإفتاء. يسرني ويسعدني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم لأجيب عنها في هذه الحلقة بما يفتح الله سبحانه وتعالى علي من الفهم، على أرقام هواتف البرنامج 021-33-47-401، 021-33-47-402، 021-33-47-403. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في اليوتيوب. أيضا يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا على الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. أبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى فأقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى في الإجابة على سؤال ورد على صفحة البرنامج، وهو في الحقيقة سؤالان. السؤال الأول: ما حكم شراء المصاحف وإعطاؤها للطلبة في مراكز التحفيظ؟ هل هو من قبيل الصدقة الجارية عن الميت؟ أقول في الجواب: نعم، إذا كان الإنسان سيشتري بنفسه مصاحف أو ألواحا ويكتب الطلبة فيها القرآن ويحفظون القرآن من هذه المصاحف في مراكز التحفيظ، إن فعل ذلك حال حياته فهو من الصدقة الجارية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنقطع بموت الإنسان، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والحكم هو نفسه، إذا كان المتصدق بهذه المصاحف هم أقرباء الميت صدقة عنه، فإنها وإن لم تكن من قبيل الصدقة التي أجراها الإنسان في حياته، إلا أن العلماء قد أجمعوا على وصول الصدقة للميت في قبره. وتوزيع المصاحف وكل ما يستفيد منه الطلبة في مراكز التحفيظ هو أيضا من قبيل الصدقة التي نفعها عظيم وأجرها كبير إن شاء الله. ومثلها كذلك مثلا تزويد مراكز التحفيظ بثلاجات المياه وبالبسط وبالفرش وبالألواح وبكل ما يحتاجه طلبة القرآن في مراكز التحفيظ، فهذا كله إن شاء الله من قبيل الصدقة التي يجرى أجرها ويكتب لصاحبها حتى بعد وفاته وهو في قبره. السؤال الثاني من هذه الأسئلة التي وردت إلى صفحة البرنامج: ما حكم نقل المصاحف من مسجد إلى مسجد آخر؟ هذه المصاحف، الجواب: هذه المصاحف التي وضعت في مسجد ما أو في المساجد بصفة عامة هي صارت حبوسا على هذا المسجد الذي تصدق بها عليه، ولا يجوز لإنسان
أن يتصرف في هذه المصاحف لأنها قد حبست على هذا المسجد، فيجوز القراءة منها والاستفادة منها كذلك في المساجد، لكن نقلها إلى البيوت كما يفعل بعض الناس هذا ينبغي أن لا يجوز، لأنها قد حبست على هذا المسجد. فإن كان في المسجد وفرة من تلك المصاحف، أو أن بعض هذه المصاحف قد قدم من كثرة الاستعمال وأريد التصدق به أو إعطاؤه إلى مسجد آخر، فلا بأس بذلك، لأن العلماء قد نصوا على قاعدة في باب الوقف، قالوا فيها: ما كان لله فلا بأس أن ينتفع ببعضه في بعض. فهذه المصاحف قد حبست لله سبحانه وتعالى وقفا على ذلك المسجد، فنقلها إلى مسجد آخر ما دام لا يترتب عليه نقص في هذا المسجد الذي حبست عليه ابتداء، حينئذ لا بأس بذلك، لأن النفع المرجو منها هو نفسه سواء كان في هذا المسجد أو في المسجد الآخر. وهذه قاعدة ينبغي أن نطبقها على كل الفروع في هذا الباب. فمثلا إذا كانت هناك مكيفات لمسجد ما وزادت عن حاجته، كأن أوقف كثير مثلا بعض الناس كثيرا من المكيفات تزيد عن حاجة مسجد ما، فلا بأس أن ننقل بعض تلك المكيفات إلى مسجد آخر، ومثله الفرش، ومثله مثلا ثلاجات المياه والمنابر، مثلا بعض الناس يغيرون المنبر، فلا بأس أن يعطوا المنبر القديم مثلا لمسجد آخر، لكن لا يجوز أن يعطى لغير المساجد وملحقاتها. يعني ما ينفعش مثلا أن احنا فكينا مكيف من مسجد لعدم الحاجة إليه أو زادت المكيفات في مسجد أن ننقلها مثلا إلى جمعية خيرية مثلا أو إلى مكان آخر. لماذا؟ لأن المحبس حينما وقف هذه الآلات من المكيفات، والله حتى المصاحف كذلك، هو وقفها على مسجد، فينبغي أن يراعى قصده من هذا التحبيس وهو المسجد. فمراعاة مقصده من هذا التحبيس تقتضي ألا يعطى إلا إلى مسجد آخر، ولا يعطى لجهة أخرى غير المساجد. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أيضا في باب الأحباس يقولون فيها: لفظ الواقف كنص الشارع. حينما حبس الواقف هذا المصحف أو هذه الفرش أو البسط على ذلك المسجد، فهو يقصد المساجد ولا يقصد غير المساجد. هذان السؤالان اللذان وردا إلينا على صفحة البرنامج، ولعلي يعني استوفيت الإجابة فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. غير أن هناك نقطة أريد أن أنبه عليها في هذا الباب، أن المسؤولين على المساجد من القيمين والأئمة والنظار المسؤولون على الأحباس، وكذلك المسؤولون على مراكز التحفيظ، لا يجوز لهم أن يتصرفوا في هذا الباب إلا بناء على فتوى شرعية. لماذا؟ لأنهم لما وضعوا نظارا، أي مسؤولين ومراقبين لهذه المساجد، ينبغي لهم ألا يتصرفوا في ممتلكات هذه المساجد ومراكز التحفيظ وفيما حبس عليها إلا بما يوافق المصالح العامة. ومن الأخطاء التي وقع فيها بعض الناس في هذا الباب أن قيما على مسجد ما مثلا تبرع أو أعطى من عند نفسه بعض مكيفات حبست على مسجد أعطاها لمدرسة،
ومنهم من أعطى مثلا لمدرسة لأسرة فقيرة أو نحو ذلك. أنت لا بأس أن تعطي من ملكك الخاص، أما ما حبس على هذا المسجد فينبغي أن يبقى للمسجد، وإن زاد عن حاجة المسجد يعطى لمسجد مثله، لأن الواقف حينما حبس على المسجد هو قصد الوصف، وهو وصف المسجدية. فلا يجوز لك أيها الإمام أو القيم أن تتصرف في هذه الأملاك وكأنك تتصرف في ملكك الخاص، فأنت ناظر ومسؤول عن هذا الوقف، فينبغي لك أن تتقيد بما فيه مصلحة، بما فيه نعم مصلحة راجحة لتلك الجهات المحبس عليه. عندنا سؤال آخر أيضا على صفحة البرنامج، يقول فيه السائل أو السائلة: السلام عليكم، هل يقع الطلاق على المرأة الحائض؟ أقول في الجواب: الطلاق أو طلاق المرأة الحائض هو حرام، لا يجوز إيقاع الطلاق على الزوجة حال حيضها. لماذا؟ لأن فيه تأخيرا للعدة وإضرارا بهذه المرأة، لأن عدة المطلقة عندنا هي ثلاثة أطهار، وإذا طلقت المرأة في نعم معنا اتصال أمل من جدابي. نعم يا أمل، عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ، بنسأل على صلاة الفجر. نعم، لما اليوم اللي فات لما صليت الفجر شفت ان هو الأذان الأول اللي صليت عليه مش الأذان الثاني. يعني تبين أنك صليتي على الأذان الأول. أيوه. أعدتها الصلاة ولا لم تعيديها؟ بعد ما أذن الأذان الثاني عدت الصبح، بس مش الفجر. لم تعيد يعني الفجر. تسمعين الجواب إن شاء الله. سؤال الثاني شيخ معلش. نعم. نعم. أيوه. تفضلي. بالنسبة للرضاعة، لما تقعد وحدة أختها ترضع واحد من أطفالها يعني الصغار. نعم. جنس أبدك. بالنسبة لماذا يعني سؤالك؟ بالنسبة للرضاعة، رضاعة الطفل الصغير. الرضاعة؟ اه. طيب ايش السؤال فيه؟ إذا كانت مثلا أختي بها ترضع واحد من تمام طويل الصغار، بس بدون سبب هيك. تمام، يعني أنا ما أقدرش. يعني أنت أردتي أن ترضع أختك أحد أولادك. أيوة. بدون أي سبب، هل يجوز أو لا؟ نعم. ضروري نشاور الزوج أو هي تقول الزوج أو الله؟ هل لابد من الاستشارة؟ ماشي، تسمعين الجواب إن شاء الله. بارك الله. بارك الله فيك. نعم. عبد الله من مصراتة. نعم يا عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ، وطال الله عمرك في طاعته ان شاء الله. ان شاء الله يبارك الله البلاد والعباد اجمعين يا رب العالمين. تفضل يا شيخ. لو سمحت بالله، هل فتح المقاهي يعني تفتح مشروع يعني مقهى؟ نعم. بس المقهى هذا من غير دخان. طيب الجائز ولا لا؟ ولو توفرت فيه مثلا العاب الترفيه هذه زي مثلا طاوله البليارد او اي حاجه ثانيه يعني للترفيه، هل هذا يعتبر جائز ولا غير جائز شيخ؟ فيه مضيعة يعني للوقت، بس نعم فيه شرعي يعني. تمام يا عبد الله، تسمع الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك. علي من المرج. نعم يا علي. نعم يا علي. طيب انقطع الاتصال. إذن حكم طلاق المرأة الحائض قلنا هو حرام، لأن فيه تطويلا للعدة، لأن هذه المرأة التي طلقت وهي حائض لن تحسب أيام الحيض من عدتها، لأن العدة تحسب أيام الطهر
بعد ما تطلق المرأة يمر الطهر الأول ثم الحيض، الطهر الثاني ثم الحيض، الطهر الثالث ثم الحيض، وبالتالي فيه تطويل للعدة. لكن هل يقع الطلاق في الحيض؟ نعم، يقع الطلاق في الحيض على رأي جمهور العلماء. وبالتالي هنا يجب أن نتنبه إلى هذه الأمور جميعا، أن الطلاق في الحيض حرام، وأنه واقع، وأنه يجب على الزوج أن يراجع زوجته إذا طلقها حال الحيض، يجب عليه مراجعتها. ودل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق زوجته وهي حائض، فلما استفسر أو استفتى عمر أبوه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال له مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. نعم، من معنا؟ جمال من طرابلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا جمال. بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يحفظكم أجمعين إن شاء الله. اللي في البانيو هذا ايه تمام ماشي تسمع تسمع يا تمام يا جمال تسمع ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. هدى من بنغازي. نعم يا هدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، جزاك الله عنا كل خير وجزاكم. تفضل يا هدى. شيخي بنسأل إذا كان الشخص شك بأن لم يصلي 4 ركعات، يعني بعد ما أطلق السلام على طول شك بأنهم 3. طيب بعد السلام مباشرة. طيب هل هو هل هو السلام الثاني هل هو كثير الشك ولا يعني لا يأتيه الشك إلا نادرا في الصلاة؟ لا 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 مش كثير الشك. وليس كثير الشك. طيب أول مرة واضح. بعد ما أطلق السلام يعني قام وصلى ركعة، هالركعة هذه أتم بها يعني، بس يقرأ الفاتحة وصورة ولا فاتحة بس يعني؟ والسجود يكون بعد السلام، فحتى نتأكد يا شيخي. تمام، تسمع الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله إن شاء الله. عمر من العربان. نعم يا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعينك. أجمعين إن شاء الله. تفضلوا. لا ما نجي عندنا سؤال على الصلاة، إذا فتاتك صلاة مفروضة يعني فتاتك في السفر إيه وبتقضاها قصر ركعتين ولا 4؟ هذا السؤال الأول الله يرحم والديك. باهي تمام، تسمع الجواب إن شاء الله. السؤال الثاني معلش، الله يرحم، الديمقراطية مش قالوا هي حكم الشعب؟ ديمقراطية إيه هي حكم الأقوياء وحكم الغرب وليس حكم الشعب، لأن الشعوب المسلمة ما تحكمش توا. الديمقراطية تعني حكم الأمير، حكم الملك، حكم القوي، حكم أصحاب الأموال. طيب. حكم الغرب تعني مش حكم الشعب. هذا تفسير خطر. باهي تمام يا عمر، بارك الله فيك. تمام، شكرا يا عمر. سليم من مصراتة. نعم يا سليم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخنا الفاضل عصام، جزاك الله كل خير. وحياكم يا سيد سليم، بارك الله فيك. تفضل. لو سمحت عندي 4 أسئلة قصيرة يا شيخ عصام. تفضلي. على بركة الله عز وجل، صح يا شيخ عصام؟ نعم. على بركة الله عز وجل نبدأ بالسؤال الأول. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نام الإنسان المسلم لا تدري أين باتت يده أو يداه. نعم. هل من الواجب على الإنسان المسلم بعد استيقظ من نومه أن يغسل يداه 3 مرات إلى الكوعين؟ وبهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم. السؤال الثاني. نعم. للوضوء عدة أنواع، منها وضوء واجب ووضوء سنة ووضوء مندوب ومستحب ووضوء للمخاوف مثل ركوب البحر الداخل فيه مفقود والخارج منه مبرود، ووضوء مباح، وكذلك وضوء من هي عليه.
أسواري في أيام تسقط الوضوء في النوم أو أثناء النوم نوم ثقيل طويل أم نوم ثقيل قصير أم نوم خفيف طويل أم نوم خفيف قصير أيها ينقض الوضوء يعني النوم هذا لا. طيب نعم شيخ إيه. السؤال الثالث نعم إذا توضى الإنسان المسلم للصلاة ومست أو لمست يداه نجاسة هل يعيد وضوءه أم يصلي به؟ ومست يداه نجاسة يعني هل انتقض وضوءه أو لا؟ طيب نعم السؤال الرابع والأخير ما هي العلة لوجود الوضوء في الصلاة؟ ما هي العلة؟ لوجود الوضوء في الصلاة يعني لمشروعية الوضوء للصلاة نعم شيخ حسام مبارك الله فيك وجزاك الله كل خير وجزاكم السليم بارك الله فيك تمام إذن هل معنا اتصال أو نجيب؟ نخرج الآن إذن إلى فاصل ثم نرجع لنجيب على هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى. لقد جاءوا يدا وندا ونورا وكم كانوا لحاجتنا حضورا سمعنا واسألوا العلماء فجئنا لعلمهم الغزير قرى ودورا نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. تؤدي حرارة الشمس إلى الجفاف وبقوة الجاذبية تسقط الطائرات كما أن النار مسؤولة عن كثير من الآلام. ماذا لو أردنا أن نجرد هذه الثلاثة من بعض طبيعتها الكونية؟ شمس دون حرارة، جاذبية دون جذب، نار دون إحراق، كيف سيكون هذا العالم؟ لقد أحكم الله الكون بقوانين وأنظمة وطبيعة خاصة مركبة من وجهين متقابلين، نفع وضرر، خير وشر، فما يبدو لنا شراً يقابله خير من وجه آخر، وربما كان بعض الشر طريقاً لخير آخر، فما يصيب المريض من ألم العملية الجراحية وسيلة لشفاء وراحة، كما أن مغالبة الشرور تجعل لحياتنا معنى، فلولا الخطر لم تعرف الشجاعة، ولولا الفقر لم يعرف البذل. ولكن ماذا عن تلك الشرور التي لم نعرف حكمتها؟ حسناً، ما رأيك بهذا البناء؟ إنه من عجائب الدنيا. ماذا لو أنكر شخص ما فيه من إتقان هندسي وإبداع لجهله بحكمة بنائه مثلثاً لا مربعاً؟ هل سنقبل منه ذلك؟ بالتأكيد لا، فإن العقلاء يستدلون بما يعرفون من حقائق على ما يجهلون، وبما يظهر على ما يخفى، وكذلك ما نعرفه من سنن كونية وقوانين طبيعية كاف في اليقين بأن الله لا يفعل شيئاً بغير حكمة ومصلحة. فليس من المنطق إذن نفي الحكمة عن وجود الشرور بالكلية لعجزنا عن فهم حكمة بعضها، ثم إن من الحكم ما يظهر بعد سنوات كما في قصة نبي الله موسى والخضر، فإن علم البشر محدود، فكيف لهم أن يحيطوا بجميع حكم الله وأسراره في الوجود؟ تأمل هذه الصورة، ماذا ترى؟ والآن أعد المحاولة. أجل، إن التصور الصحيح لقضية كبرى لا يتحقق بالنظر إلى جزء منها وإغفال البقية، فقضية الشر والألم جزء من سنة الخالق الكونية ومقتضيات حكمته البالغة ومتطلبات اجتياز الامتحان في الدنيا. وكما أن الله قدير رحيم محب للخير، فإنه حكيم عليم عدل مالك الكون ومدبره، يفعل في ملكه ما يشاء. لقد جاءوا يدا وندا ونورا وكم كانوا لحاجتنا حضورا سمعنا واسألوا العلماء فجئنا لعلمهم الغزير قرى ودورا نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا.
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا أيها السادة المشاهدون والمستمعون بعد الفاصل لأجيب على ما تبقى من الأسئلة، غير أني أستقبل الآن اتصالا الأخ سالم من نالوت. نعم يا سالم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله يا أستاذ، يا شيخ في ناس نحياش فاهمة الطلاق الرجعي والباين بينونة صغرى والباين بينونة كبرى، لو سمحتم بشيء خليل من التوضيح. تمام، تسمع يا حس سالم إن شاء الله الجواب بإذن الله. بارك الله وفيكم. بارك الله. علي من طرابلس. نعم يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ، إن شاء الله في ميزان حسناتك. إن شاء الله جميعا، تفضل. بارك الله فيك يا شيخ، أنا بنشر على حكم المصلية. حكم السجادة تقصد يعني؟ إيه السجادة. إيه. وبنشر عندي سؤال ثاني على خير حكمها؟ شو حكم الصلاة عليها؟ لا لا، حكمه في المسجد يعني بس. ما فهمتش السؤال يعني، حكم اصطحابها المسجد. ايه هل هي وقف والله شنو يعني؟ السجادة الموجودة في المسجد نفسه، والله انت قلت معاك سجادة للمسجد. ايه قلتها معاك. ايه معاي. ماشي تمام. هاي نعم، عندك سؤال اخر يا علي؟ عندي هنا توني توضيت بعد للوضوء بعيو. ايه توضيت للصلاة. نعم. وبعدين لبست الشخشير. ايه عادي نصلي هيك خلاص. باهي، تسمع الجواب ان شاء الله. تمام. عندي سؤال ثالث عن الصلاة برا المسجد، في ناس يعني تصلي برا المسجد. ايه ايش الحكم انه يعني يصلي برا المسجد اذا؟ يصلي برا المسجد فيش؟ والناس صلوا داخل. في صلاة الجمعة. ايه الصلاة خارج. ماشي تمام ان شاء الله. بارك الله فيك. ماشي علي. مصطفى من طرابلس، ولعل يكون اخر سؤال. نعم يا مصطفى. نعم يا مصطفى. نعم اسمعني من الهاتف يا مصطفى، تفضل. شو رايك هو؟ انا نسمع فيك يا مصطفى، تفضل. تمام هاي. نعم تفضل. تمام هاي. اذا نجيب على هذه الأسئلة التي وردت إلينا بعد أن تكلمنا على مسألة الطلاق الحائض، قلنا هو حرام لكنه واقع على رأي جمهور العلماء، ولا تلتفتوا إلى من يقول إن طلاق الحائض لا يقع بحجة أنه محرم، وإن كان قال به بعض أهل العلم، إلا أنه ليس عليه العمل عند جمهور الأئمة، بل طلاق المرأة الحائض مع أنه محرم إلا أنه واقع ومحسوب على مطلقه. الأخت أمل من جدابية قالت أنا صليت الفجر ثم تبين أن هذه الصلاة وقعت بعد الأذان الأول، الأذان الأول الذي هو في سدس الليل الأخير الذي شرع تنبيها للنائم حتى يقوم، وللمصلي حتى يوتر، وللصائم حتى يتسحر. قالت فلما أذن للأذان الثاني أعدت الصبح ولم أعد الفجر. لا ينبغي لك يا أمل أن تعيد الفجر. لماذا؟ لأن صلاة الفجر التي هي رغيبة ثم صلاة الصبح الذي هو فرض إنما يكون بعد الأذان الثاني وليس الأذان الأول. لماذا؟ لأن الأذان الأول للفجر هذا ليس إعلاما بدخول وقت الصلاة، إنما شرع تنبيها كما ذكرت. وبالتالي من سمع الأذان الأول للفجر فظن أنه الأذان الثاني فصلى ثم تبين بعد ذلك أنه الأذان الأول، ينبغي له أن يعيد الفجر، ويجب عليه بطبيعة الحال أن يعيد صلاة الصبح التي هي الفريضة. لماذا؟ لأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، ولم يدخل الوقت حسب ما ذكرت لأنه تبين أنك صليت قبل دخول الفجر، فليتنبه الناس لذلك. السؤال الثاني للأخت أمل قالت تفترض سؤالا، قالت مثلا إذا كان عندي بنت صغيرة
لا زالت ترضع أمها، هل يجوز لي أن أعطيها لأختي لترضعها؟ وهل يجب الاستشارة، استشارة الزوج أو لا؟ أقول ابتداء هذا الأمر لا إشكال فيه، إذا كان المرأة مثلا عندها رضيع، المهم يكون في سن العامين هذا الرضيع، ولم ينقطع عن الرضاع الأول، ولم يستغني عن اللبن اللي هو الرضاعة، لم يستغني بالطعام، فإن أرضعته غيرك فإنها تصير أما له من الرضاع. لكن هل يجب استشارة الزوج أو لا يجب؟ أنا لا أستطيع أن أجزم هنا بالوجوب، لكن أقول ينبغي أن لا تسلمي بنتك إلى أختك لترضعها إلا بإذن الزوج. لماذا؟ لأن هذا الأمر يترتب عليه أحكام شرعية. لما ترضع بنتك هذه، ترضعها أختك، صارت أختك ماذا؟ أما لها من الرضاع، وصار أبناء تلك المرأة إخوة لها من الرضاع، فتترتب عليه أحكام في المستقبل. يعني أقول إذا لم تكن هناك حاجة للإرضاع، وإنما يعني بالعامية تبي أن البنت هذه تولي زي ما هي بنتك، تولي بنت أختك من الرضاع، فينبغي الحقيقة أن لا يتم ذلك إلا بإذن الزوج. لكن لو حصل حتى بدون إذن الزوج، ما دام أنه في العامين ولم يستغن الرضيع بالطعام بعد إرضاع الأولى وقبل إرضاع الثانية، فإن المرضعة الثانية له حينئذ صارت أما له من الرضاع. لكن كما أسلفت، يعني ينبغي للناس أن يتثبتوا في مثل هذه الأمور. أما كل مرة أعطي لحد يرضعها، هذه ترتب عليها أحكام، تصير أما له من الرضاع، ويترتب عليها نشر المحرمية بالرضاع، فينبغي ألا يصار إليه إلا عند الحاجة. ومن الحاجة مثلا ظروف معينة، يسكنوا في بيت واحد، تبي بنتها تصير محرم مثلا لأبناء أختها، حينئذ لا بأس بذلك، والله أعلم. عبد الله من مصراتة يسأل على حكم فتح المقاهي من غير تدخين. لا بأس بذلك، ما فيهاش إشكالية. فتح المقاهي من الأشياء التي يعني يستفيد منها الناس ويطعم منها الجائعون، فلا بأس بذلك إن شاء الله. لكن هو يسأل ما حكم وضع ألعاب الترفيه فيه. وأنا أقول يا عبد الله، ألعاب الترفيه إذا كان زي هذه الجطوني وزي بعض الأمور الأخرى، والله ينبغي عدم فعلها. وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن مثل هذه الألعاب ولعب النرد وغيرها، أولا لما يترتب عليها من تضييع الوقت، ثانيا الملاحظ من واقع الناس أنهم يلعبون ولا يصلون، وأنهم تنتشر بينهم المشاكل والعراك والتحدي وربما يعني أمور أخرى. فأنا أقول ينبغي عدم فعل مثل هذه الأمور، لأن غاية الأمر كلها محل خلاف بين أهل العلم. وحتى من لم يقل بالتحريم قال بالكراهة، مثلا بيلعب بيدير لهم الكارتة، بيدير لهم مش عارف الشطرنج، بيدير الجطوني كذا، هذه كلها رأي من الألعاب. الواقع يقول أنها تلهي الناس عن العبادة، وتلهيهم عن العمل، وتلهيهم عن واجباتهم. أفتح المقهى ما فيش إشكال، ما تدير لهم فيه الأرجيلة لأنها محرمة، دير لهم شاشة كبيرة، حط لهم فيه القنوات النافعة. لكن مثل هذه الألعاب كما يقول الواقع هي مدعاة للشجار والخصومة. هو إذا كان الله سبحانه وتعالى قال في الخمر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فتبين كذلك أن مثل هذه الألعاب هي أحيانا وسيلة لمثل هذا التباغض والتناحر. نعم. جمال من طرابلس يسأل، قال هناك إناء بانيو، قال فيه بانيو كلمة يعني عامية عندنا، فيه ماء، جيت أنا لقيت الماء هذا، هل نتوضى منه؟ وأنا قال ما نعرفش منين تعبى البانيو اللي هو الإناء هذا، هل تعبى من ماء المطر من غيره؟ نقول لك أمر الماء هين يا جمال. الماء النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، هناك زيادة أجمع عليها العلماء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فأنت اختبر هذا الماء، إذا كان اللون لون الماء، وإذا كان طعمه طعم الماء، وإذا كانت ريحته ريحة الماء، فلا بأس حينئذ بالوضوء منه.
ما دام أن لونه غير متغير وأن طعمه غير متغير وأن ريحته غير متغيرة فلا بأس حينئذ باستخدام هذا الماء. الماء نظرا لحاجة الناس إليه في الوضوء وفي الغسل وفي إزالة النجاسة فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم له معيارا وهو اختبار لونه وطعمه ورائحته. الأخت هدى من بنغازي قالت لو أن شخصا صلى ثم سلم وبمجرد السلام حصل له الشك هل صلى ثلاثا أو صلى أربعا ولم يكن كثير الشك هنا غير يعني الذي لا يكثر شكه قال العلماء يبني على الأقل كما ورد في الحديث إذا صلى أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. اليقين هو ثلاثة. نقول له ما دام أنك أنت سلمت هنا قم فأتي بركعة رابعة لأنك شكيت ثلاثة أو أربعة، الركعة الرابعة بتقرأ فيها الفاتحة فقط لأن الثالثة فاتحة فقط والرابعة كذلك فاتحة فقط، فتقوم وتأتي بركعة فاتحة فقط سرية بطبيعة الحال لأن العصر والظهر والعشاء كل سريات الثالثة والرابعة، ثم تسلم ثم تسجد بعد السلام. لماذا؟ لأنك أنت سلامك الأول كان زيادة لما سلمت في الأول تظن أنك أنت أكملت ثم حصل لك الشك فالسلام هذا صار زيادة في غير محله فتزيد هذه الركعة وبعد أن تسلم من الركعة التي زدتها تسجد سجودا بعديا بعد السلام. فإن طال الأمر كملت ثلاثة ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة قعدت لين مرت بيك مدة فهنا تعيد الصلاة. لماذا؟ لوجود الفاصل الطويل. لكن إن تذكرت بعد السلام مباشرة أو بفترة وجيزة لم تتحرك من مصلاك فتقوم وتأتي تأتي بالركعة الرابعة وتسجد سجودا بعديا بعد السلام الأخير كما ذكرت. طيب أما لو كان الإنسان مستنكحا وهو المستنكح هو الذي يكثر أو هو الذي يأتيه الشك كثيرا يسميه الفقهاء مستنكح أي لازمه الشك فإنه يبني على الأكثر. لماذا؟ لأنه إن بنى على الأقل فإنه لن يكمل صلاة. لكن السؤال هنا قالت هذا المصلي أو هذه المصلية ليست كثيرة الشك وبالتالي فهي تبني على الأقل والله أعلم. عمر أو عمر من العربان قال شخص فاتته صلاة سفرية ثم يريد أن يقضيها بعد خروج الوقت، ماذا الوقت الضروري؟ ماذا يصليها؟ يقضيها سفرية. عندنا قاعدة تقول الصلاة السفرية تقضى بعد خروج الوقت سفرية والصلاة الحضرية تقضى بعد خروج الوقت حضرية. فما دامت فاتتك صلاة سفرية وتذكرتها أو تمكنت من قضائها بعد خروج الوقت الضروري فإنك تقضيها سفرية. يسأل عمر عن الديمقراطية. الديمقراطية هذا مصطلح غربي يا عمر، نحن عندنا الشورى في الإسلام. الديمقراطية عند الغرب ليست هي الشورى عند المسلمين وبالتالي نحن المسلمين نعتز بأن عندنا الشورى التي جاءت قبل ديمقراطية الغرب بمراحل كثيرة أمر الله تعالى بها وشاورهم في الأمر وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات كثيرة وطبقها الخلفاء والمجال لا يتسع الآن للتفصيل في مثل هذه الأمور. سليم من مصراتة يسأل عن حديث إذا قام أحدكم فليغسل يديه قبل أن يدخلها الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده، هل هذا واجب أو لا؟ نقول هذا مما اختلف فيه أهل العلم وجمهورهم على أن الغسل هنا للاستحباب وليس للوجوب، وهذا مذهب المالكية أن الإنسان إذا قام من نومه فإنه ينبغي له ويستحب أن لا يدخل يديه في الإناء في الوضوء بل يغسلهما ثلاثا خارج الإناء فلأنه لا يدري ربما التصقت يده بنجاسة وهو نائم وهذا الأمر للاستحباب كما ذكرت وليس للوجوب. يسأل كذلك سليم سؤالا طويلا في مسألة النوم. يا سليم يعني لا يتسع المقام هنا للتفصيل لكن أقول إذا كان النوم ثقيلا طويلا يجب على النائم بعد ذلك
أن يتوضأ من جديد، يعد ناقضا، هو من أسباب الأحداث وليس من الأحداث نفسها. فإذا نام الإنسان نوما طويلا ثقيلا، مش معنى ثقيلا أي لم يعد يشعر بما حوله، ما يشعرش باللي حوله، هل حد في جنبه موجود غير موجود، اللي هو احنا نقوله يعني قالوا معيارها لو كان حاجة فيدة سقطت منه. فالنوم الطويل الثقيل يجب منه الوضوء. أما النوم الطويل الخفيف الذي يشعر صاحبه بما حوله هو نائم لكنه ليس مستغرقا في النوم فهو يشعر بما حوله، فهذا يستحب منه الوضوء ولا يجب. وعليه حمل الحديث المعروف أن الصحابة كانوا ينامون ثم لا يتوضؤون، قال علماؤنا هذا محمول على أن نومهم كان خفيفا ولم يكن ذلك النوم ثقيلا. والفرق بين الثقيل والخفيف أن الثقيل لا يعي ما حوله، وأن الخفيف مع نومه إلا أنه يشعر بما حوله. السؤال الثالث لسليم قال: إذا توضأ شخص ومست يداه نجاسة هل انتقد وضوءه؟ لم ينتقد وضوءه. وهذه كثيرا ما يسأل عليها النساء، تقول إحداهن: أنا متوضئة وأزلت حفاظة ابني، تقول أني حولت شمال ولدي، أو أنني غسلت النجاسة في عورته، هل انتقد الوضوء؟ هنا لم ينتقد الوضوء. غاية الأمر أن الإنسان إذا مست يده نجاسة فإنه يجب عليه أن يزيل تلك النجاسة قبل أن يصلي، لأنه ليس من نواقض الوضوء مس النجاسة، وإنما الذي ينقض الوضوء خروج النجاسة من أحد المخرجين. فالنساء اللي يسألن الآن اللي توضي في ابنها، حاشا المستمعين والمشاهدين، اللي تزيل النجاسة عن ابنها، هل انتقض وضوءها؟ لا، قالت مسست عورة ابني، نقول هذا مما لا يشتهى في العادة لا ينتقد الوضوء. قالت مسست نجاسة أو مست يدي نجاسته أو مست يدي نجاسته، فنقول هنا لا ينتقد الوضوء كذلك. السؤال الرابع لسليم: ما هي العلة لمشروعية الوضوء للصلاة؟ يا سليم، أقول في باب العبادات قال العلماء الأصل هو التوقف والتسليم لله. لو احنا بنقعد ونبحث لماذا شرع الله الصيام شهرا ولم يجعله شهرا ونصفا، لماذا جعل الزكاة في 85 جرام مش 87، لماذا الظهر 4 مش 2، لماذا يعني هذه الأصل في العبادات هو التوقف. شو معنى التوقف؟ التسليم لما أراده الشارع وعدم إجهاد النفس في البحث عن العلة، هذا الأصل. أما الوضوء بصفة عامة فمشروع، فحكمته ظاهرة، أنه تنظف واستعداد للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فالذي ينبغي أن يكون الإنسان على أكمل وجه. لكن يقول إنسان مثلا: لماذا شرع الوضوء للصلاة ولم يشرع للصيام، لماذا كذا؟ نقول الأصل في العبادات أنها غير معللة. شو معنى غير معللة؟ أنه لا يجب علينا أن نعرف ما هي الحكمة، ما هي العلة، ما هو سر التشريع. عكس المعاملات، البيع والسلم والشركة والإقالة والتولية وكذا، هذه في الأصل هي معللة، هي معللة، أي وجدت لحكمة وعلة. أما العبادات فأراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر مدى انقيادنا واستسلامنا له، فنحن ما أمرنا الله به سبحانه وتعالى وخاصة في أبواب العبادات لا نسأل عن سره. ولهذا عمر رضي الله عنه حينما قبل الحجر الأسود قال: أما إني لأعلم إنك حجر، لأنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. حتى نحن نقول شرعت هذه العبادات لحكمة يعلمها الله، ولا يجب أن نعلم ما هي الحكمة. فإن قلت لي: هل هناك تناسب بين الوضوء والصلاة؟ أقول التناسب ظاهر، فهو انقياد، والتطهر هو تقرب لله سبحانه وتعالى، فهو أمر واضح. ولكن ما أردت التنبيه عليه والتأكيد له أن المسلم في أبواب العبادات يسلم الأوامر لله. خير الطواف 7، ليش السعي بين الصفا والمروة 7، ليش الجمرات 7 ما هنش كذا؟ نقول له: سلم الأوامر لله، لأنك عبد أمرت بتنفيذ ما أمرك الله به. الأخ سالم من نلوت قبل أن ينتهي الوقت قال: الناس لا يعرفون الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن. والله يطول المقام أو الحديث عن هذا يطول يا أخ سالم، لكن أقول الطلاق الرجعي هو إذا طلق الإنسان زوجته طلقة واحدة، قال لزوجته
قال لها أنت طالق، طلقة واحدة فقط، ثم لم يطلقها بالثلاث ولم يطلقها فيما مضى طلقتين، فهذه طلقة رجعية، له أن يعيدها إلى عصمته في العدة ما دام ما مرنش عليها ثلاثة أطهار أو ثلاثة شهور إذا كانت لا تحيض، فهنا له أن يراجعها بأن يقول أمام شاهدين، أن يقول أمامهما رجعت زوجتي إلى عصمتي. الطلاق البائن بيننا صغرى هو يحتاج إلى عقد جديد وصداق جديد، أما البائن بيننا كبرى فهو الذي لا يحل، الذي لم تحل له زوجته إلا بعد أن يتزوجها رجل آخر. فهذا باختصار. نختم بهذا السؤال، علي من طرابلس قال السجادة إذا نقلتها معاي للمسجد هل صارت حبسا على المسجد؟ لا، هذه يسأل عليها الناس، لما نقل الكرسي معاي للمسجد هل صار من أملاك المسجد؟ لا، إلا إذا نويت تحبيسه، كأنك نويت تحبسه ولا حبس، لكن كأنك ماشي بتصلي على السجادة وتروح بها، هي ملك لك. السؤال الآخر قال حكم الصلاة خارج المسجد في الجمعة إذا اتصلت الصفوف من الزحمة وصلى الناس في الطرقات لا بأس، أما لو واحد صلى هيك الجمعة المسجد فاضي وهو صلى برا بكل، فهذا الصلاة باطلة لأن من شروط الجمعة المسجد. نكتفي بهذا القدر، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبروا إلى الله منه حتى ألتقي بكم بإذن الله في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرابعنا ربيعا وكانت قبل مرأى العلم بورا، جزاهم عن حوائجنا كريم وكافأهم بما وهبوا قصورا.